الأستاذة كوثر السماني عمر، وهي نموذج للقطاع الغير منظم. صحيت مبادرة معظمنا سمع بها انها تكتب في الجرائد، اللي هي تصدير الحقارب الميتة إلى الصين. أهلا بك أستاذة كوثر. مرحبا بكم. السماني، مرحب بك ومرحب ببرنامج سبي تخضر. ونرحب بعقاربك اللي جبتها لنا. مرحب 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 بكم يا استاذ كوثر. انت حتفك على الشغله هذه شو؟ ما لكم على العقارب؟ يقول لك شيء نزرع لك زهور، نزرع لك بتاع زهور. حتفك على العقارب شنو؟ نصيب بس ولا يعني هو رزق؟ رزق يعني. نعم. اول مره تعرفت على العقارب دي ممكن تكون مفيده كيف؟ والله تعرفت من خلال مستثمر صيني. جا قال داير عقارب كمية كبيرة. بدأت الموضوع. الفكرة عجبتني طبعا. وبدأت في الموضوع. بدأت تصطادي ولا مشيت سألتي من محل العقارب ولا؟ بدأت أول في الإجراءات. بدأت في الإجراءات، مشيت التجارة. وزارة التجارة. أيوة. ومشيت. مشيت بديت بالطرق الرسمية. بالطرق الرسمية. وزارة التجارة. لأني عارفة إنه في السودان في مناطق كثيرة فيها عقارب. نعم. دي ما مشكلة أصلا. هو قال عايز كمية كبيرة، قال عايز 10 طن 20 طن، أكبر كمية ممكنة. نعم. هو عايزة. نعم. فأنا عندي فكرة أصلا إنه في السودان في مناطق كثيرة في عقارب. لما المعلومات طبعا. أيوة. لما أنا وزارة التجارة دوك التصديق. ناس وزارة التجارة. في فورم معين كده باسمه بتاع التصدير. أيوة. في عقد صادر. بيتعامل من التجارة. ما حطوا يدهم في راسهم ولا في ما استغربوا لما قلت لهم صدر عقارب؟ اي مكتب انا دخلت استغربوا من موضوع العقارب. كويس. فبعد ما مشيت التجاره وقالوا لي تعملي وتعملي وتعملي التكلفه، وعملت التكلفه وقدمت عليهم. الاستاذه كوثر عبد الرحمن في التجاره قالت لي لازم تكون في جهه رسميه، جهه فنيه. جهه فنيه تكون مسؤوله عن الموضوع. قلت لي امشي الحياة البريه. مشيت الحياة البريه. والله كتر خيرهم وافقوا. نعم. وبديتي. وبديت نشوف محطه من محطاتك اللي عملت. ايوه هذول المحطه بتاعت كوثر يا اخوان. طيب يا كوثر، طلعت التصديق، بديت تجمع في العقارب، بديت من وين تجمع من وين العقارب؟ الشمالية. ليش شمالية؟ عرفت انه في المنطقة الشمالية في مناطق الجولد، دنقلة، وادي حلفة. ابو حمد. مشيت بنفسك؟ ايوه. مشيت بنفسي. بديت تجمع كيف في العقارب؟ بيجمعوا لي العمال. سكت. سكت عمال كمية من العمال. بيجيبوها حية ولا بيجيبوها ميتة؟ لا بيجيبوها حية. بيجيبوها لك حية؟ حية. بعد بتقتلها؟ بعد ذاك بطريقتنا بنقتلها. تقتلها كيف؟ والله بنقتلها بموية وبنملحها. بنعرض على الهواء. والعمال اللي جابوا لك كمية كبيرة لدرجة يعني كمية كبيرة. الكمية دايرة كلها لقيتيها؟ والله لا، في البداية الكمية الدايرة كلها ما لقيتها. يعني في البداية. طيب ما استعنتي بخبرة بتاعن زولوجي بتاعن علم الحيوان ده عشان يولدوا لك عقارب ولا حاجه زي دي؟ لا والله ما استعنت.
مستعين تبيعي خبير. بس مشيتي العمال جابوا لك ال... ايوه وجيتي هنا طوالي وصدرتها بالمطار مش أيوة. كده؟ ايوه بالمطار. طيب شنو الرسوم اللي كانوا بياخدوها منك والاشياء؟ والله الرسوم اللي كان بياخدوها مني بشيل اذن التجميع من الحياه البريه من غير اصلا يعني ما كان في رسوم ما كان في رسوم بالنسبه لاذن التجميع. بشيل فرضوها فيما بعد؟ لا يخليك واقف عادي فيما بعد. ايوه فرض اتفرضت في 2016 انه عشان تجمع اقارب لازم تدفع قروش. ايوه اي اتفرضت في 2016. طيب كويس جبت العقارب انا نشوف اللي. جبت لك الكيمياء دايره وصدرتيها صدرتها واستلمت أيوة. قروشك ايوه كانت مجزيه؟ اي والعمال كانوا مرتاحين في الاشياء يعني مرتاحين جدا جدا يعني بياخذوا اجرهم وياكلوا وجبه وقاعدين وعمل شغالين إضافة عمل اضافي بالنسبه لهم ما كان شغالين. في وقت معين الافتراض العقارب ولا؟ ايوه في وقت معين اللي هو هي العقارب بنصطاد بالليل. بالليل ايوه اصلا بالليل كانوا قاعدين زي هم. ايوه ايوه قاعدين ما في قرصات وعقرب ولا حاجه في لا لا ما حصل ما حصل ما حصل بيتوغوا من شنو؟ والله اي بيكون عندهم قفازات بيكون عندهم حتى الجزم اللي بيلبسوها يعني بتكون واغيه لهم من العقارب ما يعني بيكونوا متحفزين متحفزين اي اي طيب صدرتي كم رساله؟ والله صدرت كثير بتستلم قروش طوالي بالدولار طوالي بستلم قروشي نعم نعم وناس المطار بياخذوا رسوم ناس المطار بياخذوا رسوم العمال بياخذوا رسوم ايوه نعم رسوم المطار ذاتها بالنسبه للصادر الصادر تقريبا يعني هو محفي يعني ايوه في مرسوم طالع من رئاسه الجمهوريه انه الصادر محفي لكن طبعا التصاديق في رسوم بتدفع التصاديق اللي بتحتاج طيب وقفت ولا شغاله الان؟ لا انا وقفت لشنو؟ والله وقفت طبعا اصلا كان في رسوم اتفرضت فرضوا عليك ناس الحياه البريه اي بقول لك فرضوا عليك كم؟ 6000 للكيلو الكيلو تدفعوا 6000 يلا 6000 بالنسبه للتصدير بالنسبه للتصدير بنسب النسبة تقريبا 43% منها اذا تجمع 40% و 2% عائد صادر و 1% خدمات تاني في شنو يا ربي تقريبا كده دي اي لا في 5% 5% بس ناسياها هي شنو تقريبا بتدفع كده يلا غير الرسوم غير الرسوم دي بالنسبه للتصدير انا ما كنت مجمعه اصلا عامله اجراءاتي من قبل فرض الرسوم اصلا الكميه اللي كنت مجمعاها فيلا هسي بعد فرض الستة ألف يعني القروش حتكون كثيره ما بتخارج ايوه ما بتخارج في شهاده ملكيه حطلعها بال 6000 دي يعني انا مثلا لو عايزه اطلع 100 كيلو 200 كيلو في 6000 بطلع شهاده الملكيه ليش نو؟ ما شهاده الملكيه بالنسبه للعقارب دي انها هي ملكيه زي شهاده البحث يعني تعقيدات والله هم تعقيدات ما اصلا ما يعرف انت اجراءاتهم كده اجراءات كده يعني أي. ولا انا وقفتي يلا اذن التجميع ده انا ذاتي لما اشيله وامشي للولايه المعنيه العسكري اللي بيطلع معاي برضو انا بصرفه يعني من غير رسوم بعد ما اخلص التجميع باجي بعمل شهاده ترحيل لا اله الا الله شهاده الترحيل دي الله ما فيها خصم يعني حقه يخصم من التكلفة ادفع 6000 6000 اي التكلفة زادت اوكي يعني هاي وكلها ورق هاي كلها ورق والان وقفتي يعني ايوه وقفت ولا عقارب ولا غيره ايوه طيب زبايرك والله تقريبا زبوني يعني قربت افقده يعني انا ولا فقدته يعني فقدت ايوه الصورة زي دي طيب الحال شنو هسه عشان ترجعي للتصدير لو ان يعني في كلمتين ثلاثة المطلوب شنو عشان تواصلي الشغلانة بتاعتك دي والله الرسوم دي لو اتخفضت
من ناس الحياه البريه. ايوه لو اتخفضت يا ناس الحياه البريه. ومعلش هي اصلا هسي يعني في 2016 وقت حصلت المشكله اجتمعوا ناس التجاره والنقطه التجاريه وغيموا حسب الاسعار العالميه والسعر ده بنك السودان حاليا ب 2.5 دولار للكيلو يعني 2500 للطن. كثيره؟ لا كويسه. كويسه ايوه ايوه كويسه. دي انا ما بدفعها للدوله اصلا. للدوله تدفع أصلاً. انا بدفع للدوله. قبل كان 750 يعني اول ما بديت كان 750 تدفعي للطن. للطن اي اسع غيروا 2000 بقت 2500 وما عندك مانع تدفعيها. ما في مشكلة. ما في مشكلة. ما في مشكلة. لكن المشكلة بقت وين؟ المشكلة بقت انه التكلفة حتزيد. حتزيد. ما يبقى شو المطلوب الان يا كوثر انه ناس الحياة البرية يراجعوا قرارهم ده؟ والله اذا زول يا اخوانا زول داير يصدر له عقارب. شفت كيف الان هي قاعدة الساي الشغل وقف. العمال الشغالين معاها وقفوا. ال 2000 وكم كم ممكن تمشي بك السودان؟ 2500 2500 برضه البلد فقدتها. والعقارب قاعدة. العقارب قاعدة للخريف بتبهدل الناس. يا والله لك يعني كل ما يفيض النيل لو سمحت كل ما يفيض النيل في الشمالية الناس قاعدة تتضرر من العقارب. قبل كده تقريبا في ولاية من ولايات كردفان برضو في مسؤول منهم شكى من العقارب انه لازم الدولة توفر لهم امصال لانه العقارب اذت الناس. يا جماعه نقول شنو؟ نقول شنو يا اخوان؟ قدر الله ما شاء الله. يعني يا كوثر يا اخي ان شاء الله ربنا يعينك ان شاء الله ويفك المشكله دي عشان ترجع تصدري العقارب. العمار اللي قاعدين يستفيدوا والعقارب تموت وبنك السودان قال له 2500 وانت شغلك يستمر وممكن تعملي تفكري تعملي لك من 3 عقارب. وبالمناسبه الصينيين بيعملوا شنو؟ ادويه؟ والله بصنعوا منا ادويه وقالوا جنوب الصين بياكلوها. بياكلوها. شفت كيف؟ فدي العقارب. والان كوثر طبعا خلاص بقت يعني باب رزق فاتح ان شاء الله باب رزقها. لكن نحن بنقول ناس الحياه البريه. يا ناس الحياه البريه الكلام ده ما بيجي. انتوا دريتوا الاقتصاد السوداني. يعني ساعتها كان ممكن الصادر بتاعي يكون زاد وكان حيخش فيها ناس ثانيين وزبائن ثانيه والمساله تستمر. لكن ورق رسوم بدايه. كوثر يا اخي نحن شاكرين ومقدرين لوجودك معانا. شكرا لك. ونسال الله ان يفك اسري عقارب ان شاء الله يا رب. اقول فك عقاربك وبالمناسبه دي